إخواني أخواتي، السلام عليكم. مازال في اللون، صح عيدكم مرة ثانية. إذا إخواني جبتكم إخبار جديد بعد تصحفحي بعض المواقع. هناك موقع فوت ميركاتو كتب على الصفحة تاعو اللاعبين المسرحين واللاعبين اللي يجيبوهم للنادي. من بين اللاعبين اللي يجيبوهم الدولي الجزائري حكيم زدادكا، كتبوا ترانسفير غراتوي على ما اظن، يجيبوه بطل لاعب حر ولا كيش ولا كده من كليرمون فوت. هذا خبر يفرح على خاطر ليل اكبر من كليرمون فوت، هنا يقدر يفجر طاقة تاعو. خبر شباب، لكن ان شاء الله برك الى جابوه يلعب توتيلر ان شاء الله يلعب كاساسي. اذا لحقنا نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعمي باللايك والتعليق، ونقول لكم ليلة سعيدة. الى الغد ان شاء الله.